كلام النبوة أسمى سبيل على نهج قرآننا والرسول، بداياته راحة لا تزول، وآخره للجنان يؤول، فهذا سبيل الكتاب المبين، فذكر به ينفع المؤمنين، فذكر به ينفع المؤمنين، سبيل الهداية للمسلمين، ونور الحقيقة للمؤمنين، وهدي التعبد للصالحين، وتوبات صدق لدى المذنبين، فهذا سبيل الكتاب المبين، فذكر به ينفع المؤمنين، فذكر به ينفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم وذكر. حديثنا اليوم بعنوان بطانة السوء. بطانة السوء هو حديث أخذناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين لنا خطورة بطانة السوء. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منهما. حديث في غاية الخطورة وفي غاية الوضوح في الإرشاد. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من وال إلا وله بطانتان، أي مسؤول، كان حاكم أو من هو دونه، وزير، مدير، رئيس، حتى الرجل في بيته، في مؤسسته، في معمله، كل هؤلاء تجد عندهم إما بطانة خير أو بطانة شر. بطانة الخير تأمره بالخير، وبطانة الشر تأمره بالشر، وهو يتأثر بالبطانة الأقرب. وبطبيعة الحال الإنسان هو الذي يقرب إليه هذه البطانة أو هذه البطانة، هو الذي يختار بطانة الخير أو يختار بطانة الشر. يعني بعض الناس قد ينتقد فلان من الناس، صاحب هذه المؤسسة أو المسؤول الفلاني، وزير كان أو مدير أو رئيس، يقولون مقرب له بطانة شر، هم يقولون بطانة الشر تسيطر عليه، هو الذي قبل بها. إذا كان في يده التغيير وجب عليه أن يغير، ولا سيكون مثلهم، وما سيصدر عنهم من قرارات ومن توجيهات ستجد في الغالب أنها من اختيارات وأشوار هذه البطانة، بطانة السوء، وسيتأثر جزما بالبطانة الأقرب. إن كانت بطانة خير ستجد الخير والصلاح فيما يتخذ من قرارات، فالعاقل هو الذي يقرب له بطانة الخير، ستأمره بالخير، تنصحه بالخير. وأعظم الخير الذي يكون ظاهرا في الدنيا وفي الآخرة، يأمرونه بالخير الذي ينفعه في الدنيا وينفعه في الآخرة. أما بطانة السوء فآراؤها ومقترحاتها وأشوارها قد تضر بهذا الإنسان وبمحيطه الذي هو مسؤول عنه في الدنيا والآخرة. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر،
لأنها تحب له الخير، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منهما. أين تكمن خطورة بطانة السوء؟ حديثنا اليوم عن بطانة السوء وين تكمن؟ تكمن أولا أنهم يفسدون، بطانة السوء تفسد وتدعي الإصلاح وتلبس ثياب المصلحين وتستخدم حتى مفردات أهل الصلاح، وهي في الحقيقة مفسدة. فالعاقل ما يقرب له بطانة السوء، وإن تلبسوا بثياب الإصلاح تراهم مفسدون، يفسدون في الأرض بدعوى الإصلاح. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. وفي الغالب تجد بطانة السوء لا تأمر إلا بما فيه مصلحة لها أو مصلحة لبقائها قريبة من هذا الإنسان. كل ما تطرح من نصائح وأشوار وتوجيهات ومقترحات يصب في مصلحتها أو مصلحة أسرها أو مصلحة يعني الشيء القريب من رغباتها وأهوائها، وكل هذا بدعوى الإصلاح. الأمر الثاني، الأول يفسدون يدعون الإصلاح، الأمر الثاني من صفاتهم أنهم سفهاء ويدعون التعقل والتحضر ويصفون غيرهم بالسفه. نقرأ ماذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال سبحانه: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فأولا يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح، هم السفهاء ويصفون غيرهم بالسفه. الصفة الثالثة في بطانة السوء أن وجوههم معك وقلوبهم مع غيرك، ألسنتهم معك ولكنهم يتحدثون عنك في غيابك، يسوؤون إليك وإن أظهروا الإحسان في مجلسك وفي مكتبك وفي مؤسستك. هي خطورة. ترى حتى الوالد حينما يقرب له بعض الأبناء ويبعد بعض الأبناء ينطبق عليه نفس الكلام، يحذر. قال سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذن أيا كان مكانك قرب بطانة الخير ستأمرك بالخير وتنصحك به، واصرف عنك بطانة السوء فإنك أنت الرابح الأول كلما صرفت عنك هذه البطانة التي لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، بل ربما أمرت بالمنكر ونهت عن المعروف، وهذا هو الخطر العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والرشاد، إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى
في حلقة قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا نتدارس أسمى القيم ونسمو بأخلاقنا للقمم، وحبل الإله به نعتصم، ونصاف حقا بخير الأمم. فهذا سبيل الكتاب المبين، فذكر به ينفع المؤمنين، فذكر به ينفع المؤمنين. دليل الصلاح وحسن الخلق، وحبل النجاة لمن قد غرق، ومن سار فيه لعدل سبق. فهيا على دربه نستبق، فهذا سبيل الكتاب المبين، فذكر به ينفع المؤمنين، فذكر به ينفع المؤمنين.